من جانبها تقدمت رئيسة تنزانيا سامية حسن بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع سد جوليوس نيريري. وقالت رئيسة تنزانيا خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها البلاد لتدشين ملء خزان السد بمشاركة وفد دبلوماسي مصري وعدد كبير من البعثات الدبلوماسية العاملة في العاصمة دار السلام، إن مشروع السد يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد. كما أشارت الرئيسة التنزانية إلى أن مشروع سد جوليوس نيريري يفتح مجالات كثيرة للتنمية في المشروعات الزراعية.